هذا العام عدد الحضور فوق 60 عارض من بينهم مصر. الحمد لله الإقبال كان ما شاء الله من العارضين، لأنها أول طبعا معرض، هو الشركات تعرض العرض تاعها وقربوا العارضين من الفلاحين، انها بعيده اضرار بعيده على العاصمه 1500، المعارض كانت تنظم في العاصمه 1500 كيلومتر. الخطره هذه قدمنا لهم، معناها الشركات تعرض لنا في اضرار، معروفه اضرار هي قطب فلاحي في الجزائر، وبعد سنوات باذن الله راح تكون هي عاصمه الفلاحه في الجزائر كامله.